السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة ديالي سعاد السوسية. اليوم غنعمل العصير الصحي أو بنين بالبرتقال والبنان وخيزو. بسم الله. أنا هنا قشرت البرتقال، قشرته ونقيته بزاف من دوك القشور. وعندي كنحتاج جوج بنانات وثلاثة برتقال وثلاثة ديال الحبات ديال الخيزو و ياغورت. خيزو قشرته حتى هو، نقيته وكناخدو خيزو كنقطعوه قطع صغار كناخد خيزو نملصو في الخلاط ونزيد نقي البرتقال من الداخل، نقيه بزاف من القشرة. حيت ديك القشرة البيضاء الا ما نقيتيهش بزاف فهي الا طحنتيه بديك القشرة كيجي مر شوية. كنقشر البنان حتى هو كنزيد الياغورت ياغورت ديال الفاني والسنيدة على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي الحلاوه بزاف، كاين اللي ما كيبغيش. انا هنايا عملت جوج المعالق ونص. كنزيد شوية الماء، أنا زدت غير الكاس ديال الماء صافي. من بعد ما طحنتو كيجي بحال هذا الشكل هذا. أنا راه زدت غير شوية الماء وجا ثقيل شوية، على حسب كل واحد كيفاش كيعجبو. انا
الا بغيتوه يكون زعما خفيف، تزيدو جوج الكيسان ديال الماء. ايوا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو شاركوا في القناة ديالي باش يوصلكم الجديد ديالي والفيديوهات الجداد ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.